لا طبعا فيلد الزمالك فرقه كبيره وعنده من العناصر اللي هي ترجع كفته وعنده لعيبه تقيله، وبجانب ان انت برضو عارف ان الفرقه لما بتلعب الاهلي والزمالك الاول بيبقى فيه خطه شويه وبيبقى فيه قلق من الهزيمه. فطبعا يعني الشوط الاولاني احنا دخل فينا جول من ضربه جزاء في اخر دقيقه في الشوط الاول، فيعني نشلت الضغوطات من على اللعيبه الشوط الثاني بين الشوطين، يعني ما اتكلمت معاهم وقلت لهم احنا لازم نهاجم ونهاجم نكون منظمين، وان شاء الله انا هدعم نص الملعب اللي هيخلينا نمتلك الكوره افضل اكتر في الوقت. وفعلا ده الحمد لله يعني حصل بالتغييرات اللي حصلت، واحنا كنا متوازنين وكان عندنا اصرار على ان احنا نرجع للمباراه، وده يمكن كان باين في الشوط الثاني. وحضرتك قلت كل الحاجات دي تبين ان احنا يعني كان عندنا اصرار ان احنا عايزين نعمل نتيجه ايجابيه مع نادي الزمالك، يعني مش رايحين نخسر جول وخلاص، لا يعني لا كان الشكل حتى كويس، حتى لو كان في مكسب للنادي الزمالك لا نادي انبي اعتقد ان كان الناس يعني تحترم الاداء بتاعه اللي قدمه في الشوط الثاني. والحمد لله يعني اللعيبه الحمد لله من ماتش لماتش، ويمكن انا كابتن يمكن انا كريم يعني انا بس بقول ان الماتشات بتاعتنا اللي فاتت كلها او اللي بنلعبها صعبه جدا، انا عارف الدوري كله صعب بس لما تلعب مع فرق زي بيراميدز والزمالك ومصري والجيش وداخل بنك اهلي يعني الماتشات صعبه. اي 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 حد هيقول لك الماتشات صعبه لان انت بتلعب فرق عندها كواليتي لعيبه عالي جدا، بتتكلم في فرق السنه اللي فاتت ما بين مركز اول وبين مركز ثاني وبين المصري اللي عامل صفقات قويه جدا، بين الماتش الجاي مع البنك الاهلي اللي عنده تدعيمات قويه وهم فرقه اصلا كويسه. فاحنا يعني لما تخرج من زي ما بقول من الماتشات دي وانت معطل كام فرقه ومجمع منهم، يعني اعتقد ان هي هتبقى حاجه كويسه للي جاي ان شاء الله. بالتاكيد والفرق اللي جايه طبعا كلها فرق كبيره وفرق كويسه، بس انت دخلت كله على الصعب مرحله واحده، صعب 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 صح. فما يعني لكن الحمد لله اللعيبه كانوا رجاله وانا بشكرهم جدا على الاداء في الماتشات اللي فاتت. صح كابتن احمد كشري المدير الفني لنادي انبي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.